محمد بن هادي أمامكم، انتقدت خطبة الإمام وغردوا بها في تواترهم توتراتهم، قولوا ما شئتم أنا ما أعرف كيف تجمع، كل خطبة غرد بها عرفات، وغرد بها عبد الإله، وغرد بها عبد الواحد، وغرد بها هاني، وغردوا بها جميعاً وهي مسحوبة عندي بالألوان من حساباتهم الرسمية، ومع ذلك الكذبة يقولون ليس لمحمد بن هادي موقف من الإمام. أي فجور بعد هذا الفجور في الخصومة؟ إذا كان هذا كله وقد نشرتموه أنتم في حساباتكم وتقولون بعد ذلك محمد بن هادي ليس له موقف واضح من الإمام، فأقول أنتم إذن أين موقفكم من هادي؟ أم أنها تنطبق عليكم الآية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به؟ أم أنها تنطبق عليكم الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون؟ يكتمون ذلك كله. لماذا قطعوا الناس، قطعوا السلفيين في الدنيا كلها؟ ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ ما تقول في الإمام؟ هذا الأمر لأهل العلم ليس لكم، ومع ذلك قطعوا السلفيين في هذا. هذا المسكين لا رأي له، ومن الذي سيسمع له؟ طالب علم صغير لا يقدم ولا يؤخر. الكلام في هذا للذين لهم تأثير، وللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. هؤلاء هم الذين يصدروا عن قولهم وعن رأيهم وعن فتاواهم. أما صغار طلبة العلم وعامة الناس وآحاد الناس لا دخل لهم في هذا، هم تبع للعلماء. والآن صمت مضبر عن هاني، ولا واحد منهم كتب كلمة واحدة، بل الدفاع والسكوت دفاع عمن يرتكب منهج الخوارج وكذب على الشيخين. يقول أنا منهجي منهج الشيخين، والله لا أنت على منهج الشيخين في التجريح، ولا أنت على منهج الشيخين أيضا بعد التجريح بعد التراجع.